بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله وقوته نكمل شرحنا لوحدات منهج سوبر جول 3 الخاص بالمرحلة المتوسطة ثاني متوسط الفصل الدراسي الأول. اليوم بحول الله وقوته راح تكون عندنا الوحدة الرابعة favorite pastime، وهي تتكلم عن الهوايات المفضلة أو الأمور التي يفعلها الشخص في وقت الفراغ. كالعادة راح تجدون بإذن الله في وصف الفيديو المفردات الخاصة بهذه الوحدة. الآن ننتقل إلى Unit Goals. في هذه الوحدة ماذا يجب على طالب أن يتمكن منه بإذن الله من مقدرات لغوية وفي الكلام أو الاستماع وغيره من المهارات. في الفوكابولري المفردات راح يقدر يحصل على مفردات تتعلق بالPastime and Hobbies الهوايات، وكذلك الأشياء المحببة المسلية التي يقوم بها، leisure activities الأنشطة التي تكون في أوقات الفراغ، expressions of frequency تعابير تتكلم عن التكرار. في functions يستطيع الطالب أو الطالبة بعد انتهاء هذه الوحدة من describe daily activities and routines، يقوم بوصف الأنشطة والمهارات والأمور اليومية وكذلك الروتين اليومي له. Ask about and tell how often you do activities. يسأل okay. كيف أو كم مرة تقوم بهذا النشاط أو الشيء اللي تسويه طبعا. Talk about abilities. التحدث عن المقدرة والتمكن من فعل شيء ما. Abilities المقدرة مفردة جدا مهمة في القاعدة. Describe hobbies يصف الهوايات المختلفة. في الجرامر جزئية القاعدة راح نتكلم عن questions with how often، السؤال باستخدام how often كم مرة، كذلك express frequency expressions تعابير التكرار، تقول once a week مرة في الأسبوع وغيره، adverbs of frequency ظروف التكرار وهي مفردات محددة هنا، always often never usually sometimes seldom okay. هذه المفردات طبعا بإذن الله في ثالث متوسط الفصل الدراسي الأول اللي أنا الآن أشرحه ماخذينه بتفصيل أكثر في الأدفيربس أوف فريكونسي. كذلك عندنا know how to يعرف كيف يقوم بكذا. في جزئية listening listen for specific information about free time activities، تستمع لمعلومات محددة عن أمور وأنشطة يقوم بها. طبعا هي راح تكون عبارة عن yes و no، محادثة مو محادثة، قطع قصيرة تتكلم عن قاسم وفاطمة. قاسم إيش يسوي، فاطمة إيش تسوي، تختار الصح والخطأ من المعلومات اللي ذكرت. تمرين جدا جميل. The pronunciation النطق راح تكون reduction of do you اللي هو اختصار do you في النطق do you بدل ما أقول do you do you. في reading sky high قطعة جدا جميلة وعندنا فيديو توضيحي لهذه الهواية. في writing write about your hobby or pastime، تكتب قطعة قصيرة عن هواياتك والأشياء اللي تحب تسويها في وقت الفراغ. في البروجكت write about an unusual hobby or pastime، في البروجكت المشروع تتكلم عن هواية أو لعبة، أي شيء ممكن تقضي في وقت الفراغ ولكن يكون غير اعتيادي okay. فنبدأ بسم الله هنا هذه الجزئية. طبعا الشيء المهم والأساسي اللي لازم تلاحظونه اختلاف الصور، اختلاف الصور ما بين نسخ الكتاب القديم، الطبعات القديمة والطبعات الجديدة. نلاحظ أمامنا الآن الصور مختلفة تماما تقريبا كليا عن الصور الموجودة عندك في كتابك، ولكن النصوص تقريبا متشابهة. فراح أعرض لك هذا وهذا فنقول بسم الله. هذا اللي أتكلم عنه هذا هو كتاب الطالب بالنسبة لي في الصف الثاني. فهذه الصور اللي ظاهرة عندكم. هذه الوحدة سبق وشرحناها، هي الوحدة الثالثة. هذه الصور اللي ظاهرة أمامك، هذه الصور اللي موجودة عندك في الكتاب، ولكن يختلف الكتاب التفاعلي عن الصور الموجودة في الكتاب الفعلي. نلاحظ أن الجمل متشابهة. They eat in food courts or restaurants. لاحظي هنا في هذه الصورة. They eat in food courts
or restaurant. Okay, شوف الصورة هنا، هذه اللي أتكلم عنها. Okay، فالجمل موجودة، الجمل موجودة نفسها. Okay، ولكن تختلف الصور. إذا نقول بسم الله ونستمع مع بعضنا البعض لهذه الجزئية الأولى. Number one, listen and discuss. الاستماع والمناقشة. عنوان بي سؤال: Which of the following pastime are popular in your country؟ ما هي الهواية أو الأمر المسلي الذي يفعله يكون مشهور أو معروف في دولتك أو المنطقة التي تعيش فيها؟ فنقول بسم الله. Teens' leisure preferences. What do teens usually do in their free time? Here are some answers. They hang out with friends. They just meet and talk. They eat in food courts or restaurants. They exercise. They play sports or work out. They play video games or board games. They travel and meet people. They have a hobby. For example, they cook, paint, read, or make things. How often do you play basketball, Ali? I usually practice 3 times a week. It's my favorite thing to do in my free time. What's your favorite pastime, Josh? I like to play hockey. I know how to ice skate very well. I usually go to the rink on weekends. Okay. قبل ما ننتقل لهذا الجدول، طبعا هو دراسة، راح نشوف مع بعض الجمل اللي موجودة عندي. Teens leisure preferences. Preferences اللي هو الأفضلية. إيش يفضل التينز؟ التينز طبعا يقصد به الأعمار اللي احنا نقولها بالعامية عندنا أعمار 12، اللي هو 11 12 إلى 19 سنة. إيش يفضلون يسوون في أوقات الفراغ؟ نرجع الكتاب ونحاول نقرأ من الكتاب عشان تتوافق الأفكار مع الصور، لأنها نفس الجمل. They hang out with their friends. They just meet and talk. Okay. Hang out هي من ضمن المفردات المترجمة عندك في المستند في وصف الفيديو. Hang out بمعنى يخرج ويتمشى. Okay. With friends مع أصدقائه. They just meet and talk فقط يتقابلون ويتحدثون مع بعضهم البعض. They exercise. They play sports or work out. يقومون بأداء التمارين الرياضية ويمارسونها بشكل كبير جدا. They eat in food courts or restaurants. Food courts طبعا هي ساحات مخصصة للمطاعم والأكل، موجودة في أغلب المجمعات. Restaurant طبعا يقصد بها المطاعم. They play video games or board games. يلعبون ألعاب الفيديو أو الألعاب التي فيها ساحات للعب أو ألعاب الطاولة مثل كرة الطاولة أو مثال من الألعاب. They travel and meet people. يسافرون ويلتقون بأشخاص آخرين. They have hobby. لديهم هوايات. For example, they cook. يمارسون الطهو. Paint اللي هو التلوين. Read القراءة. Or make things صناعة الأشياء. من ضمن الصور الموجودة عندك في الكتاب هنا. Make things يصنعون الأشياء. طائرات، مباني، أي شيء طبعا بالأشياء الورقية أو المواد اللي موجودة عندهم، فيحاولون أن يبدعوا ويصمموا. أوكي؟ طبعا هذا الأوقات الفراغ ووصفها شاملة للبنات وكذلك للأولاد في أوقات الفراغ. نلاحظ هنا المحادثة اللي عندي اللي هي How often do you play basketball, Ali? How often do you play basketball, Ali? إذن هو يسأله كم مرة تلعب لعبة كرة السلة يا علي؟ إذن how often؟ طبعا هذا جزء من القاعدة عندكم. How often استخدمها للسؤال عن عدد المرات وتكرار فعل الشيء. هنا قال له I usually practice 3 times a week. I usually practice 3 times a week. 3 مرات في الأسبوع. دائما ما يمارس ذلك أو يلعب كرة السلة 3 مرات في الأسبوع. It's my favorite thing to do in my free time. هو شيء مفضل لدي لفعله في الفري تايم وقت الفراغ. هنا يقول له What's your favorite pastime, Josh? What's your favorite pastime, Josh? ما هي الهواية المفضلة لديك يا جوش؟ فقال له I like to play hockey. أحب لعب الهوكي. I know how to. هذه الجملة هي من ضمن الجمل الموجودة عندك في القاعدة. أنا أعرف كيف. إذن حينما تريدين أن تعرضي
وتتكلمي عن مقدرتك على فعل شيء فتقولين I know فرضا for example I know how to cook إذن I know how to cook I know how to draw كيف أرسم I know how to swim أنا أعرف كيف أسبح so I know how to ice skate very well أعرف كيف أتزلج على الجليد بشكل رائع جدا I usually هنا أيضا نتحدث عن جزء من القاعدة اللي هو adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار أنا دائما ما أذهب إلى ساحة التزلج في نهاية الأسبوع okay on weekends نجي الآن لمقطع الصوتي هنا هذا مشابه لما لديكم نشوف what teens do online هنا يتعلق بالأونلاين على الإنترنت okay ماذا يفعل المراهقين أو الشباب على الإنترنت غالبا يعني الوقت اللي يقضون على الإنترنت في ماذا يكون طبعا هذه دراسة أوكي ولها مصادرها والأعمار من 12 إلى 17 سنة نقول بسم الله نستمع What teens do online? Percentage of US internet users ages 12 through 17 إذن لاحظ النسب هنا عندي هنا النسب هي اللي تهمني وإيش يقضونها فيه Send or read emails إذن يرسل أو يقرأ الإيميل، أوكي؟ البريد الإلكتروني. 89% Go to sites about TV shows, celebrities, or sports stars. 84% إذن في البداية 89% من الأولاد أو الشباب المراهقين يرسلون أو يستقبلون إيميلات. طبعاً هي في أمريكا، نتكلم عن أمريكا، أوكي؟ 84% Go to sites about TV shows. يذهبون لمواقع تتعلق ببرامج تلفزيونية celebrities مشاهير or sports stars أو نجوم الرياضة المختلفين okay play online games 81% إذن يلعبون ألعاب على الإنترنت مباشرة بنسبة 81% okay get news or information about current events إذن يحصلون على أخبار تتعلق بالأحداث الحالية current events بنسبة 76% 76% send or receive text messages using a cell phone 68% إذن 68% منهم send or receive يرسل أو يستقبل text messages رسائل نصية using a cell phone باستخدام الهاتف الذكي في مفردات كثيرة هنا موجودة عندك في ورقة المفردات في وصف الفيديو وهي مفردات هامة اللي كنت تعرفيها. Buy things online such as books, clothing or gadgets. Okay. إذن يشترون عن طريق الإنترنت بنسبة 43% من كتب وملابس وغيرها من الأغراض اللي يستخدمها الشباب في هذه الأعمار. 43% Look for health, dieting or physical fitness information. 31% إذن ما نسبته 31% من المراهقين يبحثون عن معلومات تتعلق بالصحة بالنظام الغذائي الصحي والفيزيكال فيتنس اللي هو اللياقة البدنية معلومات تتعلق باللياقة البدنية Look for advice on personal problems 22% وفي النهاية 22% نسبة من يبحثون عن الأدفايس النصائح التي تتعلق بالبيرسونال بروبلمز المشاكل الشخصية نأتي الآن لكويك تشيك الكويك تشيك عندي هنا بي بالنسبة لأي طبعا هو عمل يكون بين طلاب الفصل نفسه take the activities you often do تحدثي عن الأكتيفيتيز المذكورة هنا الأنشطة المذكورة هنا في الصفحة الأولى اللي أنت تسوينها و compare your answers with the partner قارني إجابتك بزميلتك في الفصل نأتي الآن للبي comprehension اللي هو الاستيعاب أو الفهم answer yes or no أجيبي بنعم أو لا بناء على ما هو موجود في هذه المحادثة طبعا محادثة علي وكذلك جوش okay فنرجع إذا نقول قفلنا النص ونشوف الأسئلة علي often works out علي غالبا ما يمارس الرياضة Josh knows how to ice skate يعرف جوش كيف يتزلج على الجليد Teens seldom buy things online نادرا ما يشتري
المراهقين عن طريق الانترنت. Most teens are not interested in reading about current events. أغلب المراهقين غير مهتمين بالأحداث الحالية. طبعا هذه الإجابة خاطئ بالفعل. إذن yes, yes, no, no. علي يتمرن كثيرا. جوش يعرف كيف يمارس التزلج على الجليد. النادر ما يشتري عن طريق الأونلاين. طبعا خطأ بالفعل، في نسبة كبيرة تشتري عن طريق الأونلاين. وكذلك هنا يقول الأغلب لا يهتم بالأخبار الحالية، ولكن هذا خاطئ. الأغلب يهتم بقراءة الأحداث الحالية. نشوف هنا البير وورك. A. Do most teens send emails? Yes, 89% of teens send emails. How often do teens eat out? They eat out frequently. B. What do you do in your free time? I like to paint. It's very relaxing. How often do you cook? I don't know how to cook. Okay, هذا طبعا تقرأ الطالبات. نجي للجزئية الثانية اللي هي الجرامر، جزئية جدا 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 رائعة، لأني مثل ما قلت لكم the questions with how often. Okay, the questions with how often راح يكون بهذه الصيغة. How often do you work out? Do you فعل مساعد، كم مرة تتمرن؟ Work out الفعل اللي بعده طبعا يجي في simple present tense. How often، كم مرة؟ الإجابة هنا راح تكون frequent expressions، نستخدم فيها تعابير التكرار. ماذا أعني بتعابير التكرار؟ ممكن أنا أقول I work out، ما زلنا في simple present. I work out every day، كل يوم. Once a week، مرة في الأسبوع. Twice a week، مرة تانية في الأسبوع. Three times a week، ثلاث مرات في الأسبوع. هنا ألاحظ على سبيل المثال، لو قلت مثالا How often do you cook؟ كم مرة تطهو؟ Okay؟ فقول ممكن I cook once a week، مرة في الأسبوع. Okay؟ How often do you فرضا hang out with your friends؟ كم مرة تخرج مع أصدقائك لتتمشى؟ I hang out with my friends three times a week، ثلاث مرات في الأسبوع. Okay؟ فهذه الإجابات هي ما تضعينه في the frequency expressions. Okay. بعد كذا ندخل على الـ adverbs of frequency، ظروف التكرار. ظروف التكرار هنا أقول طبعا فرضا أنا دائما أذهب للمدرسة، أنا فرضا نادرا ما أشرب القهوة. أوكي، أنا أبدا لا أكل فرضا اللحوم، ممكن أكون نباتية vegetarian. أوكي، فأقول هنا adverbs of frequency، ما هي ظروف التكرار اللي عندي هنا؟ always، دائما، often، غالبا، never، أبدا، يعني ما أسوي شيء أبدا، usually، دائما، ولكنها أقل طبعا من always، ممكن أحيانا ما تصير، sometimes، في بعض الأوقات، seldom، نادرا، نادرا، never، أبدا، seldom، نادرا. فنجي إذا نقول السؤال، what does she usually do on Thursdays؟ هذا السؤال. What does she usually do on Thursdays؟ نلاحظ كل السؤال الزمن الخاص به هو زمن المضارع البسيط، لأنني أتكلم عن روتين وشيء يحصل بشكل روتيني. فنفس الشيء بالنسبة للإجابة، فرح تكون في الزمن المضارع البسيط. الفعل يأتيني سليم من أي إضافات عدا حينما أستخدم she، he، it، فإنني أضيف s للفعل. She usually goes shopping، هي دائما ما تذهب إلى التسوق. ولو قلت أنا I usually go shopping، I، إذن الاس طبعا أضفت أنا الإي بحكم أن الفعل ما قبله كان حرف علة، فأقول goes. okay، she usually goes shopping. okay، نجي للي بعده، سؤال ثاني. What do you sometimes do at night؟ هنا اللي أتكلم عنه. What do you sometimes do at night؟ ماذا تفعل في بعض الأحيان في الليل؟ I sometimes go، هنا goes لأنها she، هنا I go out. I sometimes go out. هنا يقول لك
Adverbs of frequency. ظروف التكرار usually come after the verb be. Usually. لاحظ هنا usually. ما قال لي always إنها لازم تصير. قال usually دائما. يعني هناك في حالات شاذة رح نأخذها في السطر اللي بعده. تشد عن القاعدة. طبعا يقولك هنا adverbs of frequency come after the verb be. بمعنى من هو الverb be؟ am و is و are. أوكي؟ والضمائر اللي بعده طبعا نتكلم كذلك عن الفاعل السبجكت. إذن أحمد sometimes go out. سارة usually goes shopping. فظرف التكرار يأتي بعد الفعل أو الاسم. طبعا الفعل verb to be أو الاسم. أوكي؟ فيجي بعده. Or before other verbs أو قبل الأفعال الثانية اللي هي go. طبعا she usually goes. I sometimes go. Go هنا هو فعل. I sometimes cook. I sometimes hang out. إذن هنا فعل كذلك يأتي بعده ظرف التكرار. يقولك however. على كل حال you can say يمكن أن تقول sometimes I go out. لاحظي sometimes جات في البداية. طبعا هناك بعض الاستثناءات راح تاخذينها بإذن الله في الفصل الدراسي الأول من الصف الثالث متوسط. شرحت القاعدة بشكل كامل. هنا لا بس عطاك بريف شيء بسيط بس عنها. أوكي؟ في الادفيربس of frequency يهمك أن الفعل بعدها يأتي في الزمن المضارع البسيط كذلك موقعها. إذن هي تأتي بعد السبجكت بعد الفاعل أو الverb to be اللي هي am و is و are تأتي بعدها. أوكي تجي بعدها. كذلك كذلك عندك تكون قبل الفعل الآخر قبل الفعل الآخر. أوكي أوكي نجي هنا للجزئية know how to يعرف كيف. know how to. أوكي أنا أعرف كيف. أنا أعرف كيف. هو يعرف كيف. أوكي know how to تأتي مع كل subjects وال subject pronouns كذلك تأتي معها بدون أي تغيير. معناها أنا أعرف كيف. أنا أعرف كيف فرضا أطهو. أنا أعرف كيف أتزلج سكي. أوكي فهنا هي المقدرة تشرح المقدرة. أوكي I don't know how to. أوكي فلما أجي أنفي أقول don't know how to. إذن know how to إذا جيت أنفيها راح أقول don't أسبقها بدونت. أنا لا أعرف كيف. أوكي هنا هذه هي القاعدة راح نطبقها أكثر ونشوف هنا. Look at the chart of صباح's activities. انظري إلى الشارت الجدول اللي يوضح أنشطة صباح. إيش تسوي؟ Make sentences. قومي بكتابة جمل and compare with a partner. وقارنيها بجمل زميلتك أو زميلك. أوكي صباح always takes a shower in the morning. She takes a shower every day. صباح okay دائما ما تأخذ شاور في الصباح. Okay وتستحم. She takes a shower every day. هي تستحم أو تأخذ الدش. Okay كل يوم. هذه هنا واضح عندي take a shower. Okay لاحظ هنا takes. Takes لأن الفعل فأضفنا له s لأنه صباح أو she. Okay نشوف الجمل اللي مقترحة هنا. هنا make the bed, do homework, cook dinner. make the bed طبعا ترتب سريرها. do homework تقوم بأداء الواجب. cook dinner تطهو العشاء. draw and paint ترسم وتلون. watch TV تشاهد التلفاز. take French classes تأخذ دروس في اللغة الفرنسية. نشوف الاقتراحات هنا. she makes her bed on the weekend. تقوم بترتيب السرير في الويكند نهاية الأسبوع on Fridays and Saturdays وممكن أقول twice a week. okay twice a week. إذن on the weekend هذا الاحتمال الأول. on Fridays and Saturdays الاحتمال الثاني طبعا ممكن تختارين واحد منهم. twice a week مرة ثانية في الأسبوع هذه الإجابة والاحتمال الثالث ممكن تكتبينها. number two
She does homework 5 times a week. تقوم بحل الواجب 5 مرات في الأسبوع. She cooks dinner twice a week. تطوي العشاء مرتان في الأسبوع. She sometimes. ممكن نحط هنا ظرف التكرار المناسب هنا للعدد. Sometimes. Okay, cooks dinner. She draws and paints 4 times a week. 4 مرات في الأسبوع ترسم وتلون. She often. غالبا ما ترسم وتلون. She watches TV twice a week. مرة تانية في الأسبوع فقط تشاهد التلفاز. On Thursdays and Saturdays. أيام الخميس والجمعة والسبت عفوا. She seldom, نادرا ما تشاهد التلفاز. She takes French classes 3 times a week. تأخذ دروس اللغة الفرنسية 3 مرات في الأسبوع. On Saturdays, Tuesdays and Thursdays. تأخذها أيام الأحد والثلاثاء وكذلك أيام الخميس. بعد ذلك ask and answer questions about صباح. أسئلة وكذا أسألي وكذلك أجيبي عن أسئلة تتعلق بصباح. How often does she take a shower? كم مرة تأخذ الشاور؟ She takes a shower every day, كل يوم. Okay, لاحظي takes الفعل. When does she make her bed? She makes her bed on Fridays and Saturdays on weekends. يا هذه يا هذه، يا تذكرين الأيام أو تذكرين on weekends. ما ينفع تذكرينها كاملة. What language does she study? ما هي اللغة التي تدرسها؟ She studies French. تدرس الفرنسية. When does she take these classes? متى تأخذ هذه الحصص؟ يتكلم عن الفرنسية. She takes classes on Sundays, Tuesdays and Thursdays. تأخذها أيام الأحد، الثلاثاء وكذلك أيام الخميس. How often does she do her homework? كم مرة تقوم بحل واجبها؟ She does her homework 5 times a week. 5 مرات في الأسبوع. اللي بعده نكمل أسئلة تتعلق بها. باقي 5 أسئلة اللي هي من 6 إلى 10. What صباح does she have? What hobby does she have? ما هي الهواية التي تمتلكها؟ She draws and paints. تحب أن ترسم وتلون. How many times a week does she do it? كم مرة في الأسبوع تقوم بها؟ She does it 4 times a week. تقوم بها 4 مرات في الأسبوع. What does she never do on the weekends? ما الذي لا تفعله؟ Never do on the weekends. ما الذي لا تفعل في نهاية الأسبوع؟ She never cooks dinner. She never does homework. And she never takes French classes on the weekend. يعني في الويكند ترجعين للجدول أوكي؟ وتشوفين الأشياء اللي ما تسويها أبداً أبداً في الويكند. هي 3 أشياء، لاحظ الفرايدي والساتردي هو الويكند. هنا عندي do homework ما تسويها أبداً في الويكند، cook dinner أبداً ما تطوف في الويكند، البينت والواتش بالفعل تسويها إذا استثنيها، آخر شيء take French classes أبداً ما تأخذها في الويكند. إذا بالفعل 3 أمور: cooks dinner, does her homework, she never takes French classes on the weekend. Okay? Does she watch TV during the week? هل تشاهد التلفاز خلال الأسبوع؟ Yes, she does. Does she know how to cook? هل تعرف كيف تطبخ؟ Yes, she does. Okay? اللي بعد listening اللي قلت لكم جدا ممتع وحلو. Listen to what قاسم and فاطمة like to do in their free time. الشيء اللي يحبون يسوونه في الفري تايم. Answer yes or no. طبعا هذا هو النص. اوكي، راح اطلع النص بتشوفونه مع بعض، لكن قبله خلونا نقرا الاسئله، عفوا الجمل اللي من المفترض نقول صح او خطا. قاسم he goes indoor climbing every day. يذهب الى التسلق. اوكي، عفوا اللي هو التسلق الداخلي. احنا نعني بالتسلق الداخلي اللي هو indoor climbing، هي ساحات تمارس فيها الرياضات المختلفة، من ضمنها الكلايمينج اللي التسلق. يبنون شكل صخور، اوكي، زي المجسم. اللي يحبون رياضة التسلق يجون لهذه المنطقة يمارسون هذه الرياضة، فجدا ممتعة وحلوة. فيقول هنا he goes indoor climbing every day، كل يوم يمارس هواية التسلق الداخلي
Number two, he knows how to climb very well. يعرف كيف يتسلق بشكل جدا رائع. قاسم never climbs mountains. قاسم أبدا لم يتسلق الجبال. يعني ما مارس التسلق خارج الساحات الداخلية. راح نشوف صح أو خطأ. نجي لفاطمة. فاطمة usually cooks with نورة. فاطمة دائما ما تطهو مع نورة. إذا يمارسنا مع بعض هواية الطهي. She can cook well. تستطيع الطهي بشكل رائع وجيد. فاطمة's friends think that cooking is a creative hobby. يعتقد أصدقاء فاطمة بأن الطهي يعتبر هواية جميلة وتخلق طبعا إبداع. أوكي؟ يعني لازم تبدع فيها. خلينا نشوف النص مع بعض ونسمعه. كاسيم: I like to go indoor climbing. I climb one, two, or three times a week. It depends on how often I go to the mall. There is a 12-meter wall there, and I can climb it very fast. Everyone watches me, and I feel great. I guess I like the attention. Indoor climbing is good exercise, and you don't need to worry about the weather. Outdoors on a mountain, I'm with only a few friends, and people can't see how well I can climb. أوكي، إذن نشوف الإجابات. هنا خطأ. He goes indoor climbing every day. هذا غير صحيح، لأنه قال one, two or three times a week. مرة، ثلاث مرة، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. إذن ليس دائما. He knows how to climb very well. نعم، yes، لأنه يحب الاهتمام الذي يحصل عليه من خلال التسلق. قاسم never climb mountains. خطأ. ذهب بالفعل مع أصدقائه وتسلق خارج المكان. نكمل مع فاطمة. فاطمة: I go to cooking classes once a week. I usually go with my friend Noura. Our friends say cooking is a boring hobby, but I think it's very creative. I like making different ethnic cuisines, and I know how to cook traditional Mexican, Arabian, and Indian dishes. We learn how to combine different kinds of meat, vegetables, and spices into tasty meals. Sometimes I cook for my family, and they love trying my new creations. Okay. إذن جميعها yes. وتم ترجمتها قبل قليل. نكمل الآن إلى البرونونسيشن. Listen to the reduction of do you, then practice. So, do you, okay? نستمع. Do you exercise? Do you play tennis? Do you know how to cook? When do you exercise? Where do you play? What do you cook? إذا نلاحظ أنها تنطق do you. وليس do you. Do you. بشكل سريع. Okay? ننتقل الآن إلى الجزئية التي تليها. وهي جزئية الكونفرزيشن. طبعا نفس الشيء بالنسبة للصورة تختلف، أعلم ذلك. إذن الصورة مختلفة هنا. هذه الصورة التي لديكن جميعا. أوكي؟ فنسمع مع بعض طبعا نفس الحوار ونفس الريل توك. مهم جدا الريل توك. أوكي؟ What do you usually do in your free time? I have an unusual hobby. I fly planes. That sounds exciting. How often do you do it? I normally do it on the weekend. I really like to do aerobatics. You mean you perform stunts and stuff like that? Yeah. Wow. But isn't it dangerous? No, not at all. It's really very safe. You should come along to the flying club sometime. Sure. I'd love to go up in the air with you. Up in the air? I fly model airplanes. Oh, I see. That is an unusual hobby. Okay. هنا الآن يتكلم. طبعا عندنا جوش وعندنا ريك. جوش يقول What do you usually do in your free time? ما الذي تفعل غالبا في أوقات الفراغ؟ أجاب ريك I have an unusual hobby. لدي هواية غير عادية. I fly planes. أنا أحلق بالطائرات.
فقال له جيسون, That sounds exciting. هذا أوكي جدا حماسي أو جدا رائع. How often do you do it? How often? إذا سؤال عن عدد المرات, كم مرة تقوم بذلك؟ I normally do it on the weekends. أنا عادة ما أقوم به في نهاية الأسبوع. I really like to do aerobatic. Aerobatic هي نوع الرياضة الذي يتحدث عن, طبعا هي الحركات البهلوانية والحيل التي يقوم بها الطيار بالطائرة فتسمى aerobatic. فقال له جيسون, You mean, هل تعني, لاحظي هنا, You mean you perform stunts and stuff like that? Okay. طبعا هنا الجزئية الأولى هذه, You mean, هل تعني أنك تستطيع أن تقوم بكذا وكذا؟ لما أبدأ بالجملة بهل تعني, ما يأتي بعدها هو ما أريد أن أتأكد منه. فيقول هنا, A way to confirm you understand correctly. إذن هي طريقة للتأكد, confirm, للتأكد أنك فهمت ما قيل بشكل صحيح. فقال, هل تعني you perform stunts, طبعا stunts يعني بها حركات بهلوانية, and stuff like that. هنا stuff like that, that kind of things, إذن نوع شيء من هذا القبيل, stuff like that, شيء من هذا القبيل. فقال له ريك, نعم. سأل جيسون, واو, but isn't it dangerous, أليست خطيرة؟ فقال له ريك, no, not at all, لا على الإطلاق. It's really very safe, هي آمنة جدا. فقال له, you should come along to the flying club sometimes. هنا نوع من أنواع, a way to make an invitation, هي دعوة. إذن you should come along, يجب عليك أن تأتي لنادي الطيران يوما ما. فقال له جيسون, sure, بالتأكيد, I would love to go up in the air with you, أحب أن أصعد للسماء وأحلق معك. فقال له ريك, Up in the air, في السماء, I fly model airplanes, أنا أقوم بالتحليق بطائرات غير حقيقية, إذن الطائرات المجسمة, مجسم الطائرات. فقال له جيسون, Oh, I see, I see تأتي بمعنى لقد فهمت, That is an unusual hobby, الآن هي بالفعل رياضة, أو عفوا هواية غير عادية. إذن راح أوريكم بإذن الله فيديو يتعلق بقطعة القراءة عندي, لكن خلونا نجاوب على الأسئلة الكونفرزيشن. What's Rick, أو عفوا What Rick's pastime, ما هي الرياضة التي يمارسها ريك في وقت الفراغ أو هوايته؟ He flies model airplanes, يقوم بالتحليق بمجسمات الطائرات. How often does he do it, كم مرة يقوم بها؟ He normally does it on the weekends, يمارسها في نهاية الأسبوع. Does he perform stunts, هل يمارس حركات بهلوانية أو حيل؟ Yes, he does, نعم يفعل ذلك. What does he invite Jason to do, ماذا دعا جيسون ليفعله؟ He invites Jason to come along with him, أن يأتي معه إلى نادي الطيران. What does Jason think Rick's hobby is at first, إذن ما اعتقاد جيسون عن الرياضة أو الهواية التي يمارسها ريك في البداية؟ He thinks Rick flies planes, لقد اعتقد أن هوايته أنه يحلق بالطائرات بنفسه. Okay. نجي لجزئية القراءة. Look at the photos, انظري إلى الصور, هذه هي الصور التي أمامك, انظري إلى الصور. Okay. What do you know about this hobby? ماذا تعلمين عن هذه الرياضة؟ خلونا نشوف مع بعض جزء من الفيديو. طبعا هذه هي الرياضة الفعلية اللي يتكلمون عنها, وراح نعرف بعض المعلومات الخاصة بها في جزئية القراءة, ولكن خلونا نشوف الفيديو مع بعض. إذن بداية الفيديو, يمكن أنا مثلكم أول ما شفت الفيديو توقعت أن هذه طائرة حقيقية بسبب الشكل وذا, لكن لاحظت أن القطع هذه بعد المصور بالكاميرا أو وخر الزوم أن لاحظت الأشخاص اللي يوقفون هنا, ولاحظي حجم الطائرات عندهم. Vielen Dank, wir werden stehen und hier.
So, die beiden fliegen ein. راح مشي الفيديو بس عشان تسمعوا صوت الطائرات. صوت الطائرات تحدث طبعا لأن يعني كأنها حقيقية. طيب مشيت شوي ابغاكم بس تشوفوا لحظة الإقلاع. طبعاً ضحكتم الصوت بسبب الموسيقى. لاحظوا كيف الطائرات وكأنها بالفعل طائرات حقيقية. إذن هذه هي الهواية التي يمارسها ريك. إذن هي هواية ورياضة غير عادية بالفعل، تتضمن الجانب الكهربائي التقني الإبداعي والمقدرات العقلية العالية جداً. إذن هي بالفعل unusual hobby. طيب نوقف هنا ونروح نكمل جزئية القراءة. Sky high. Aeromodeling is an exciting hobby. It attracts people of all ages. They all have one common interest. إذن aeromodeling هي aeromodeling هي نفس الكلمة اللي بحثت عنها وطلعت لي هذه الفيديوهات. Okay. إذن هي الطائرات الافتراضية أو عالم الطيران الافتراضي. The love of flying small-sized airplanes. Most people no longer fly the old elastic-propelled planes. They no longer fly planes that are attached to two cables and that fly in circles around them. Nowadays, with the advances in technology, the big thing is radio-controlled airplanes. These models fly like real aircraft and are an aeromodeler's ultimate dream. People control the movement of the planes through radio signals. Aeromodels can even perform aerobatics in the sky. Radio-controlled airplanes come in all shapes and sizes, from the mini flyer plane with a wingspan of 9 inches, 23 centimeters, to the huge passenger jet models with a 29.5-foot, 9-meter wingspan. The price of the airplanes varies from $30 to several thousand dollars. There are different methods of propulsion or ways to power the planes. These range from electric motors to expensive jet turbines. Jet-powered models are sophisticated aircraft. Their engines sound like those of full-size jet planes. These jet models can travel at speeds of 236 miles, 380 kilometers per hour. That's more than the top speed of a Formula One race car. Jet models always attract large crowds at aeromodeling competitions. At these competitions, flyers usually do a series of actions with their planes, including launchings, landings, and doing maneuvers in the air. Aeromodeling is a popular hobby all over the world. In the United States, for example, the Academy of Model Aeronautics has more than 170,000 members in 250 model airplane clubs. The organization advertises the great things about aeromodeling as a sport. إذن هنا يتحدث عن تفاصيل طول الطائرات، عرضها، الحركات اللي تسويها، البهلوانية، أتكلم عن الحركات البهلوانية، كذلك الأكاديمي والكلوبس. النوادي التي أنشئت بغرض دعم هذه الهواية. ننتقل الآن إلى التمرين. طبعا التمرين كله يتضمن أرقام أبعاد وطول، فأتمنى إيقاف الشاشة حل هذا الجدول لأن كلها معلومات خاصة بالنوعية والأسعار وكذلك الأحجام والسرعة. بذلك بإذن الله انتهيت من هذه الوحدة. كالعادة جزئية الرايتنج والبروجكت والفورم meaning and function كلها موجودة عندك في الباركود في الأعلى. تمسحين بس الباركود وراح يطلع لك بإذن الله الحل لجزئيات هذه كلها. بالتوفيق والله يسر أمركم يا رب. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.